يا مساء الورد عليكم، اهلا بيكم ويوم جديد وحلقه جديده من مصر كل يوم. وكل اللي حصل النهارده في مصر من احداث واهم الاحداث معانا النهارده وخلال ساعتين طوال مده الحلقه. واسمحوا لي في البدايه ان انا ارحب بمذيعتي الجميله اللي هتكون معايا النهارده طوال الحلقه، ايه. اهلا بيك يا ايه. مساء الفل عليك يا رشا، ومساء الفل على كل مشاهدينا في كل بيت. بنطل على حضراتكم اطلاله جديده النهارده من برنامج مصر كل يوم. الحقيقة يا رشا كتير من الأحداث، بقى احنا النهاردة الحد وعندنا أحداث كتير، يمكن كمان الزيارات والحاجات اللي دايما بتكون أساسية يوم الحد. لكن خليني أقولك حاجة عجبتني جدا وقريتها امبارح على السوشيال ميديا. يعني لو هنقول ان السوشيال ميديا ساعات كده بيفرز كده حاجات يعني نافعه، ولو ساعات بنقول ان هو سلاح ذو حدين، لكن الحقيقه ان هو الايام اللي فاتت او الايام الاخيره كان بيعمل حاجات بلاوي يعني. لكن في حاجات كده بتطلع في النص بيبقى دمها خفيف قوي وشكلها حلو وتدي امل وتقول ان احنا لو حطينا ايدينا في ايد بعض هنقدر نعمل حاجات كويسه قوي. في مبادره اسمها ارميها وربك هيرويها. كفايه اسمها والله يا ايام. المبادره دي عجبتني جدا. ايوه. وزي ما انت بتقولي كده انا يعني اتشديت الاول لاسمها وبدات ادخل بقى اشوف ايه حكايه المبادره دي. المبادره دي بتقول لك انه بدل ما ترمي البذره بتاعه الفاكهه اللي انت بتاكلها في البيت، احنا بناكل الفاكهه وبنرميها. بنرمي البذر او بنرمي الفضلات بتاعه الفاكهه كلها. المبادره بتقول بقى ان انت بدل ما ترميها جمع البذور دي كلها في 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 كيس مثلا او في حاجه وانت ماشي على ارض بور نازل. بقى كلنا اغلبنا يعني عندنا اصول ريفيه واصول صعيديه، فمن وقت للتاني كده بننزل البلد وبنروح هنا وبنروح هنا، او حتى لو انت مسافر مثلا وعندك مشوار ممكن يعدي على ارض بور بقالها كتير ما طلعش فيها حاجه خضراء، فممكن ترمي فيها البذره دي وتطلع من المطر او تطلع من اي مصدر ميه. ليه بقى الناس قالت الحكايه دي؟ لان هي اتنفذت في كذا بلد زي ماليزيا وزي تايلاند، ولما نفذوا الحكايه دي في ماليزيا وتايلاند اتفاجئوا بعد عدد مش كبير من السنين انه الانتاج الزراعي زاد جدا. طبعا ومن علشان مبادرات المخلفات كمان، يعني حاجه احنا بنرميها اصلا فبالتالي هنستفيد منها وكل الناس هتستفيد منها. الحقيقه مبادره هايله جدا وانا بشجعهم من هنا من خلال وهي مصر فرديه كليم. كمان يا رشا يعني شوفي هي مش حاجه يعني لما اتنفذت بره من الحكومه مش هي اللي قالت نعمل كده، ده الافراد جمعوا بعضهم وبداوا يساعدوا الدوله وبداوا يتجهوا نحو التنميه، لكن بشكل فردي اللي اتحولت بعد كده بشكل جماعي. نتمنى ان الفكره دي تتنفذ في بلدنا وكل الافكار بقى لشكل كده. اكيد احنا طبعا بنحيي وبنشجع اي مبادره هتساعد فيه.